للمزيد حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. نبدأ من حديث أو تصريح أمين عام أوبك، النصف الثاني من 2017 سيكون صعب، تعليقك على هذا التصريح؟ بلا شك، وكان قد سبق هذا التصريح تصريحات لبنوك كبرى مثل باريبا وأيضا بعض البنوك التي خفضت من توقعاتها لارتفاعات أسعار النفط في العام الحالي والعام القادم. كل ذلك يضغط أكثر على الأزمة الحالية لأسعار النفط التي تواجه صعوبة في تحقيق يعني نجاعة الاتفاق الذي حدث مؤخرا بما يتعلق بتثبيت حجم الإنتاج، ولا تزال هناك شكوك حول يعني تماسك هذا الاتفاق في الوقت الذي هناك تخمة المعروض موجودة وهناك تراجع في الطلب. نضيف أيضا بعض التصريحات الأخيرة عن المملكة العربية السعودية التي هي عن أحد المصادر أنه ممكن يكون فيها تخفيض في الشهر القادم بحوالي 600 ألف برميل من الإنتاج يوميا من الإنتاج السعودي، وذلك لدعم الأسواق وتوازن السوق. إجمال. طب ما هي أسوأ السيناريوهات بالنسبة للأسعار؟ يعني شو المستويات اللي ممكن نشوفها في أسعار النفط بالنسبة لـ WTI أو خام غرب تكساس؟ من المتوقع إذا ما كسرت مستويات $40 للبرميل فني تعطي مزيد من التراجعات حوالي 5 إلى 6 دولارات بالاتجاه الهابط، وإمكانية الهبوط تحت $40 سوف يعني تجعل أسعار النفط مستقرة عند هذه المستويات لفترة ممتدة، وذلك بلا شك سوف يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي إجمالا. طيب السوق تركز الآن على شهادة يلن المرتقبة أمام مجلس النواب الأمريكي، أهمية هذه الشهادة بالنسبة للسوق للدولار أيضا؟ بلا شك هي يعني حتى الآن هناك نوع من الترقب من جميع الأسواق واستقرار في الدولار الأمريكي، مؤخرا شفنا اليوم تحديدا بانتظار هذه الشهادة. ما ننتظره في هذه الشهادة هو هل سيكون هناك رفع آخر خلال هذا العام كما هو متوقع بشكل كبير بنهاية هذا العام، وما هي نوايا الفيدرال الأمريكي بشأن تعديل ميزانيته الضخمة فيما يتعلق بالسندات الخزينة وسندات الرهون العقارية. طيب رأيت قراءتك أيضا لتفاعل جنيه السليني سلبا مع تصريحات نائب محافظ البنك المركزي في إنجلترا بأن الأخير أو البنك غير مستعد لدعم أسعار الفائدة، ربما هذا مبرر لأن صورة غير واضحة بالنسبة لبريطانيا وموضوع الانسحاب؟ السياسة النقدية إجمالا تقف كداعم للمتغيرات المالية والتغيرات السياسية التي تحدث في أي بلد، فبالتالي البنك المركزي يعمل على تحقيق الاستقرار عندما يتطلب الأمر ذلك، وأي تدخلات مباشرة في تعديل السياسة النقدية سواء برفع أسعار الفائدة من يعني من المبكر الحديث فيها حتى تتضح الصورة بشكل أكبر فيما يتعلق بمفاوضات البريكزيت أو خروج المملكة المتحدة، وبالتالي التدخل يكون بلا شك. كان احتمالية رفع سعر الفائدة أو توجه نحو رفع أسعار الفائدة ستعالج بعض الشيء مستويات التضخم التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة تراجعات الجنيه الاسترليني. طيب أخيرا كريستين لاغارد تقول أنها لا تستبعد حدوث أزمة مالية أخرى، أبعاد هذه التصريحات على الأسواق برأيك؟ إجمالا هناك تخبطات واضحة في الأسواق العالمية والفجوة التي كانت موجودة فيما يتعلق بالسياسات النقدية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية التي شددت ورفعت أسعار الفائدة وما بين باقي الدول لا تزال موجودة حتى ولو بشكل ضعف تدريجيا. هذا التباعد في السياسات النقدية هو نتيجة عدم وضوح في الحركة وتوجه الاقتصاد، وأيضا هناك نوع من التشاؤم بالنمو الاقتصادي لمعظم البلدان الكبرى في العالم. هذا ما يضع السوداوية أو هذه النظرة التشاؤمية من كريستين لاغارد. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.